معانا احمد من اسكندريه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حضرتك. القصه مشهوره، البنوته الصغيره الاسبوع اللي فات امها سابتها في مسجد الجمعيه الشرعيه في اسكندريه. احنا كنا تواصلنا مع حضرتك. كانت في بنت وقالوا لنا ان هي لقوها في مسجد فعلا في اعتقد الجمعيه الشرعيه في اسكندريه. ايوه طبعا. اولا طبعا انا شاكر جدا اهتمام حضراتكم بالقضايا الانسانيه دي. يا ريت محمود بس تحط لنا صوره البنت على الشاشه. اتفضل سامع حضرتك. اولا طبعا شاكرين جدا اهتمام حضراتكم بالحالات الانسانيه. ثانيا البنوته الصغيره ديت امها سابتها في المسجد يوم الجمعه اللي فاتت. اختي الكبيره ربنا يكرمها كانت بتصلي في المسجد. فهي باختصار القصه باختصار يعني ان هي لقيتها في المسجد كانت لوحدها. فلما خدتها ونزلت بيها بعد فتره طويله طبعا من الانتظار ما لقيتش حد سال عليها. نزلت بيها الجمعيه تحت في المسجد. فمشكورين جدا اهتموا جدا بالموضوع عملوا مذكره. اختي خديجه اهتمت بيها الفتره الاولانيه. كان كل اهتمامنا في الفتره الاولانيه ان احنا صحه البنوته الصغيره. كان فيها شيء من التسلخات مع ان كان باين من هيئتها ولبسها ان هي يعني لابسه كويس، وقلنا اكيد انها بتنتمي لاسره حالتها ميسوره. كان واضح من الملابس بتاعتها ومن علبه اللبن الموجوده معاها ان هي من اسره يعني نقول هو برضو انتوا لقيتوها ومعاها برضو الرضعه بتاعتها وسبحانك يا رب. تمام. بعد حوالي 24 ساعه بعد حالتها في حمله تحسن نوعا ما بدانا في الاجراءات القانونيه. سلمناها في الاسم وعملنا محضر والاسم جاب بعد الكشف عليها اكتشفنا ان البنت عندها حوالي 45 او 50 يوم. طبعا كان جسمها ضعيف جدا ما كانش باين عليها. بعد كده اتسلمت في دار ايتام في تبع الشؤون الاجتماعيه. بعد منها على طول بيومين اتصلت بيا واحده وقالت لي ان هي تعرف امها او امها هي اللي ادتها التليفون بتاعي وكلمتها. طب كويس يعني خلاص يعني مامتها يعني للاسف الموضوع يعني مش ما استلمتهاش لان هي بعد ما قالت لي ان والدتها شافت صورها على النت وان هي ندبت وان هي زعلت وانهارت وكده. طب كويس. طيب ما فيش مشكله. طبعا نتواصل من جديد عفى الله عما سلف. ايوه. قالت والله للاسف هي جابتها من طريق خطا هو ان الراجل الشاب اللي هو اللي اخطا معاها والراجل اللي اخطا معاها كان عند يعني هي كانت عندها امل ان هو يعترف بيها وان هو يكتب عليها وان هو يلم الاسره من جديد. ولكن بعد ما خلى بيها وما رضاش يعترف بالبنت فهي ما قدرتش تواجه المجتمع وما قدرتش تواجه الاسره بتاعتها. يعني هي ما قدرتش تاخدها. ما قدرتش فقالت ما قدرتش ان هي يعني الراجل ما قدرش يعترف بيها فما قدرتش تواجه المجتمع على اسرتها فسابتها في المسجد عشان خاطر حد يقدر يهتم بيها. لا بعد ما اتصلت وعرفت بقى يعني برضو ما رضيتش تيجي تاخدها بعد ما تم ايداعها في دار ايتام. قلت لها بقى عفى الله عما سلف وانا كمان مسجد بقول لحضرتك لا ما ينفعش انت ترميها ولازم تاخدها وتضف بنتها واحنا تقول لنا بس مين اللي عمل كده دوت ومسؤول الشؤون الاجتماعيه في اسكندريه وانا معاكي والناس المحترمين كلهم معاكي واحنا هنجيبه بالذوق بالعافيه هيكتب يعني هيعترف ببنته. تمام. فوالله فقالت طب سيبني بس انا هقول لها وهرجع تاني وارد على حضرتك. بعد حوالي ساعه رد عليا قالت والله هي مش قادره ترجع في كلام يعني مش قادره. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لها والله البنت دي ممكن تكون هي غلطه منها لكن ممكن تكون الغلطه دي سبب في دخولها الجنه. ان هي لو رجعت في كلامها من جديد وضمت بنتها ليها ويعني ثابت لله عز وجل فهي للاسف قدرت تصممها على كده. فطبعا يعني هو للاسف البنت ديت مش هقول ضحيه راجل وولد وبنت ضحيه اسرتين. ايوه. اسره ما عرفتش تربي ابنها فما قدرتش تتحمل مسؤوليه. ده صحيح. بيضحك على ملاذ الناس واسره صحيح. بنت اخطات ومش قادره ان هي تصلح غلطتها ديت مش قادره ان هي يعني مش قادره تقول نفسها مش قادره تواجه المجتمع فهي للاسف ضحيه اسرتين اخطاوا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني البنوته يعني دلوقتي موجوده في دار ايتام وفي الحمد لله في اسر كتير بتحاول ان هي يعني ان هي تصرف عنها وتكفلها. ربنا يكرمكم يا رب وجزاك الله كل خير. استاذ احمد احنا يعني تواصلنا معاك وتعبناك.
يعني في بس لو تأذن حضرتك بس في نداء آخر فضل. يعني يعني طبعا دور الأيتام للأسف أماكن مش ما هيش طبيعية، يعني أماكن للأسف ما فيهاش الرعاية الكافية طبعا فيها اهتمام قدر الاستطاعة، ولكن الضغوط عليهم شديدة جدا يعني طبعا، وفي أهل خير كتير عايزين يكفلوا الأولاد والبنات دولت ولكن الإجراءات معقدة للأسف. إجراءات الكفالة معقدة جدا. أنا ممكن أحط الضمانات الكافية، أقول والله أنا حاطط شرط 2 3 4 10، لكن اللي هيقدر ان هو ينهي هذه الشروط هيتكفل بسرعه بالبنت ياخدها او الولد ياخدها معاه. صح، الله يفتح عليك. فعلا دي نقطه مهمه جدا برضو من ضمن القوانين اللي عندنا المعرقله اللي ملهاش اي معنى وطويله جدا في الوقت، يعني لو في واحد خلص اجراءات كلها الموظف يقول له بعد 3 شهور طبعا. طبعا الاولاد والبنات موجودين في مكان مش ادمي، ودي نقطة يعني نقطة مهمة جدا، يعني أنا بشكر حضرتك عليها، يعني أرجو إن إحنا برضو يعني نسلط عليها. وما زال ندقنا للأم، ما زال ندقنا للأم إن هي لو فاقت لنفسها ممكن تاخد بنتها وتضمها لقدرها. يا ريت يا ريت، وتليفون حضرتك معانا، ولو هي عايزة تتواصل معانا إحنا هنقف معاها. هي معاها التليفون، هي عارفة التليفون كويس جدا يعني. طب وعارفة تليفونك كمان؟ طيب يعني لو هي محتاجة إن إحنا نقف معاها كبرنامج كحتى يعني أسرة ليها من عن بعد الهواء أو من عن بعد الإعلام والأضواء، يعني لو يعني احنا بنتكلم، يعني انا مش لاقي كلام اقوله، يعني في الاخر دي بنتك، يعني خلاص غلطتي، ولكن كل البشر خطائين، يعني ان شاء الله يعني ربنا يتوب عليها ويعني ويهدي يعني ابو البنت، ويكون ان شاء الله يكون في خير. انا بشكرك جدا استاذ احمد، ويعني اذا كنا بنتكلم معلش حلقتنا النهارده كلها هي جت سريانها كده كلها عن جحود الاباء، ويعني سبحانك يا رب، يعني كنت اتمنى ان احنا ما يكونش عندنا الصوره دي، ولكن هي الدنيا كده، يعني هو يعني قانون الكون ان فيه الابيض وفيه الاسود، فيه النهار وفيه الليل.